من شخصية زياد بن شيري؟ وش تتوقع المتابعين اكتشفوا من هاللقاء عن زياد بن شيري؟ اكتشفوا أشياء ممكن اني كنت مخبيها عنهم. عن شخصيتك؟ نعم. لو انك تتابع الآن وش بتقول عن هاللقاء شخصية زياد بن شيري؟ لو اني اتابع هذا اللقاء وش بقول؟ بقول شخص يكتم في نفسه واجد ولا يبين للأشخاص، وأن فيه انكسار داخله ولا بينه للظهر. الله يجبر كسره. اللهم آمين. ويلهمه بمن يدفعه للأمام بكل قوة. ممكن فضفضتك هذه تريح؟ أي والله تريح واجد. أنت تفضفض بالعادة؟ مو هو بالعادة. من إذا ضاقت بك الدنيا تروح تفضفض؟ ضاقت أخوي حمد. الله يخلي لك. اللهم آمين. الكاميرا الآن لزياد بن شيري في مواجهة أهله، والدته، أخوانه، عائلته، جمهوره. وش حاب يقول؟ وش حاب يعتذر عنه؟ وش حاب يوعد فيه؟ وش حاب يقول؟ أنا راح أعدل الحاجات هذه. أتمنى تأخذ وقتك وتقول كل ما في قلبك. بإذن الله. أول شيء الله يطول عمر أمي وأبوي وشيباني وأخواني، و الله يطول بعمرك يا يبا، وابشر بسعادتك. وزي ما وعدتك ان شاء الله ما ارجع لك الا بكل علم وغانم يطرق وجهك. وزي ما وعدت امي باذن الله اني ما ارجع الا بالعلم الغانم اللي انت طلبته مني. ان شاء الله اني عندي الهقوه وهقوه اخواني في محمد وحمد باذن الله اني اكون قد الهقوه وافرحهم، اخواني وخواتي باذن الله اني اجيب لهم الهقوه اللي جايبينها حاطينها فيني، اني اجيبها وافيها ومكمله باذن الله الواحد الاحد. وكلمه لمحبين زياد جمهوره، صح انا قدمت اول اسبوع، ابدعت اول اسبوع، ثاني اسبوع بداني زي ما تقولون ضيقة شوي اللي خلتني يقل الرتم عندي، و بإذن الله من هذا اليوم من هذه الفقرة الجميلة مع أخوي عمر بن عبدال بإذن الله أني أقدم اللي عندي وطلع الإبداع اللي أنا واثق في نفسي عندي إبداع، بس أني كنت ظروف أحكام اللي صار ضغط الشخص. بإذن الله اللي بقدم اللي عندي وأبشر بالسعادة إن شاء الله اللي ما أرجع إلا مركزي شيباني. سلامتك، سلامة السامع. الله يسلمك وإياك. والله يوفقك. اللهم آمين. ويقبلك يا زياد بن شيري. طول عمرك. متابعينا الكرام، إلى أن نلتقيكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الله يبيض وجهك. شكرا لك. الله يبيض وجهك جمع حالك. طول.